100 حتى راجل في حياتي بطل ما خذيش مراه ولا ما مسهيش ولا ما عشرهيش جنسيا على خاطر هي المنطقه الحساسه نتاعها يعني غامقه مثلا. عمري ما ريتها الحكايه دي فما تحطوهاش اوبسيسيون. عسلامه ومرحبا بكم في قناتي ليدي سماره. ان توكا طبعا نصور لكم نعرف شكون لي شنو هذه تو نعمل تصوير نحطها لهنا. اليوم باش نعملوا مع بعضنا وصفه، الوصفه اللي ديما تطلبوها مني اللي هي تفتيح المناطق الحساسه. اوكي ديما نخزر هكا على الروتور نتاع الكاميرا في الاورديناتور قدامي باش نشوف التصويره نيت ولا لا. باه نحب نقول لكم حاجه قبل ما ندخل في الموضوع. تبييض المناطق الحساسه او تفتيح المناطق الحساسه وليت اوبسيدي ومرض، الناس الكل تحب تفتح المناطق الحساسه. اولا لازم نفهموا لكل انسان لونه، وفي ناس تتخلق بمناطق حساسه داكنه كيما في ناس تتخلق بهالات زرقاء، وزاد كيف كيف فما ناس تتخلق عندها الرقبه سوداء، هذيك مخليقه معناتها من عند ربي تفتح لكن مش برش. باش نكون معاكم صريحه مانيش باش نكتب لكم على العنوان الوصفه التي ستبيض المناطق، كله كذب هذاك ما فماش معناتها. اذا الحاجه اريديتير ولا وراثيه عندك تنقص تتناقص ولكن ما تتنحاش. باهي بالنسبه لتفتيح المناطق الحساسه اللازير ماهوش حل نهائي. انا جربت اللازير قبل لكن اللازير يعني مش ناجح برشا. هذه بالنسبه للعمليات التجميليه اللي تنجم تعملها للمناطق الحساسه نتاعك. اوكي باهي بالنسبه للوصفات، الوصفات نافعه وتمشي لكن مع برشا حاجات البنات مثلا كيما الواحد الترتيب يلزمكم ياسر ترتبوا المناطق الحساسه ما تخليوهاش تحتك ببعضها. اهم حاجه تخلي المناطق الحساسه تلقائيا تفتح هي الوزن اللي الانسان يلزمو ينقص من وزنه. انا كل ما نضعف نلاحظ ان المناطق الحساسه عندي فتحت. اوكي وحدها من عند ربي اوتوماتيكيا مش نكونوا واضحين معناتها هذيا معلومه يلزمكم تاخذوها باز غاز. الرجال ما تهتمش بلون المنطقه الحساسه قد ما تهتم بتعطير المنطقه الحساسه الريحه السبب، وقد ما تهتم زادة بضيق المنطقة الحساسة. يعني المرأة يلزم تكون المنطقة حساسة عندها أولا ريحتها طيبة، يعني النظافة الشخصية ياسر مهمة، وتزود تكون زادة الحجم نتاعها معقول يعني مش أوكي. فلهنا أنا طلبت منكم أنتم ما اخترتوا مش أنا وصفة باش تفتحوا ما حبيتوش تفتحوا، تحبوا باش وصفة باش تعطروا ما تحبوش تعطروا، تحبوا تفتحوا ما لهاش نقول لكم كيفاش تفتحوا. أنا ما ريت حتى راجل في حياتي بطل ما خذاش مرأة ولا ما مسهاش ولا ما عشرهاش جنسيا على خاطر هي المنطقة الحساسة نتاعها يعني غامقة مثلا. عمري ما نعمل عليه لايفات على ستوري نتاعي. اوكي وتابعوني على صفحة الفيسبوك نتاعي وزاد ابونيفو كان تحبوا معناتها عادي تنجموا تشتركوا في القناة كان تحبوها كان باش تتفاعلوا، كان ماكمش متفاعلين هاكم تعديتوا مرحبا بكم بارك الله فيكم باي باي. الوصفة سينا خلطتها في خاطر قص علي الفيديو. الصحفة دي ايش باش يكون فيها البنات؟ كما قلنا بعد التقشير، التقشير كيفاش يكون؟ اوكي التقشير ناخذوا نص ليمونه هكا نحطوا عليها ملح او نحطوا عليها سكر ونقشروا المنطقه. اوكي نقشروها بالكدا بحركات دائريه وبحركات لطيفه ما تحكش كل حكه كل حاجه. اوكي حركات لطيفه فقط وبعدين تشلوا بميه دافيه تكون دافيه مش بارده لانه الميه البارده تسكر المسام، فنحن حاجتنا بالمسام مفتوحه باش تستوعب الوصفه على سويت او بعد التقشير. فوالا البنات التقشير 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 تاخذوا صحفه صغيره كيما هكايا وتحطوا فيها ملعقه من النشاء. انا واحده من الناس نحط انا عملت لكم ملعقه من النشاء، نشاء الذره العادي البنات اني وين النشاء معناتها نتاعنا العادي. هذي سامحوني الضوش بيه ولا هك يلي هوي فوالا تري بيان النشاء نشاء الذره المقياس البنات العادي نتاعنا. تحطوا ملعقه من النشاء او من المستحسن من المستحسن لكن اذا ما ثماش اوكي ما فيش مشاكل الشوفان. البنات الشوفان يبيض وجهي يجي ساقين اللي تحبوا عليه الشوفان الشوفان، لكن المرحي اذا ما عندكمش المرحي خذوا العادي ورحيوه وحدكم كيما نعمل انا. اوكي زاد ثم حاجه اخرى نحب نعطيها لكم يعني الحاجات اللي تنجموا تعوضوا بها انشاء البطاطا. انشاء البطاطا من اقوى انواع النشاء اللي تبيض، انا نستعملها جدا في وصفات ما حول السواد نتاع العين. انشاء البطاطا جربوه وتفكروني البنات عوضوا نشاء الضرب نشاء البطاطا فعليه نتاعو اكثر. اوكي انا حطيت انشاء العادي لاني نعرف اكثركم عنده انشاء عادي. اوكي فلهنايك حطينا ملعقه طاوله من النشاء ملعقه طاوله من القارص الليمون يعني عادي البنات القارص الليمون. اوكي وملعقه من زيت الزيتون اذا كان عندكم زيت الليمون يكون خير او زيت البرتقال، لكن انا ما عنديش زيت الزيتون يفتح ضد الاكسده وقاتل الجراثيم. لهنايك شيا باتر يعني زبده الشيا ذات تنجموا تاخذوها من موجوده في اوريفلام موجوده في ايكو فيلاج بالنسبه للتوينز هكايا تفركوها على المنطقه هكا
عادي تحطوها على المنطقة الكل ما بين الفخذين وتخليوها هكاكا ليلة كاملة أو أكثر وقت ممكن، وبعدين الصباح تقوموا تغسلوا المنطقة وبعدين تركبوا عليها الجل. أوكي، تحطوا وصفة الجل لمدة ساعة. أوكي، لكن إذا تنجموا ترقدوا بها زيادة مثلا في الليل، مثلا الليلة هذه عملتوا هذه الليلة بعدها تعمل جل، إذا ما نجمتش خلي الوصفة الأولى ساعتين والجل ساعة. أوكي، من هكايا معناتها وعاء كما كان، وتحطوا عليها بمقدار ملعقة طاولة من الجل، جل أليوفيرا جل أو جل صبار. أوكي، جل صبار حبوبيتي. أوكي، وتحطوا هكايا مقدار مثلا ملعقة، هذه فيها ملعقة أكل هكايا. وبعدين ناخذوا الحرقوم الاصفر او الكركم الاصفر، خاطر في بلدان المغرب العربي يعيطوا له حرقوم، احنا نعيطوا له كركم، الكركم. تاخذ انا بصراحه الملعقه والدقه والحكايه دي ما نجمهاش البنات، من الاخر تاخذ شويه كركم هكا كركم وتحط ها ها لا ملعقه لا وذني ها، وتحطوا هكا يعني عينك ميزانك زيت زيتونه. اوكي البنات، امشيوا على الوصفة هذه لمدة شهر وتفكروني، تنجموا تحطوها على منطقة الرقبة، منطقة الكوعين، الركبة، ما نعرفش انا الابط، تمشي تمشي واو خيال يعني. اوكي، فحطوا المقادير اللي قلت لكم عليها هذيا. ماني انا تعرف شنو المشكلة من قبيل وانا لوج ما لقيتش الليمونة. تحطوا تعصروا هكايا شوية عصرة ليمون يعني، وبعد نحركوا المكونات الكل هكايا بالكتاب، وتحطوا على المناطق الحساسة بمساج دائري. اعملوا المساج البنات، المساج حاجة اكيدة تعملوها مناطق معناتها بحركات دائرية على منطقة الابط، الكوعين، الوجه، الرقبة، اي بلاصة عندكم فيها السويدات، وتواظبوا على الوصفة هذية. صدقوني البنات تشوفوا الفرق الواضح وتدعيولي، ما تنسيوش الدعوة، انا الدعوة اهم حاجة عندي، ادعيولي هوني في الكومنت، نحبكم الفيديو لايك كومنت. بعد قلنا ان الوصفة هذية كملناها وغسلنا وعادي وخارجين للعمل للجامعة، خارجين للشارع يعني، الوصفة باش نغسلوها ونخرجوا نباشروا الحياة اليومية. تدهن بزيت الليمون او زيت الورد الحر. اوكي، زيت الليمون نعاود، او زيت الورد او زيت البرتقال. انا نحب زيت الورد لانه يعطي ريحه طيبه خيال، ويبيض بشده بشده زيت الورد. ما تتصوروش قداش زيت الليمون وزيت anyway البرتقال ياسر يبيض، وحاجه هايله هايله، والريحه الريحه واو على الاخر معناتها. اوكي، ما تنساوش الترطيب. اوكي، الترتيب البنات، الترتيب هو اهم عامل في الحياه يخلي الحاجه تفتح، واكثر عامل اذا تناقص في البشره في المناطق الحساسه في الشعر في اي بلاصه يسبب جفاف، اذا على البشره يسبب اسوداد. فبليز اشربوا برشا ماء واستعملوا مرطب. انا المرطب اللي نستعمله للمنطقه الحساسه هو البيبانتين، البيبانتول، بيبي بيبانتول، البيبانتول بتاع البيبي. اوكي، نجموا تستعملوا البيبانتول العادي، ما فماش مشاكل يعني، نستعملوا البيبانتول العادي اللي نعملونه في وجهي للترطيب، البشره الجافه هايل. برشا بلدان قالوا لي البيبانتول ما عندناش كما الجزائر. البنات اللي ما عندهاش بيبانتول تستعمل زبده الشيا ترطب بها، او زيت جوز الهند الصافي وبس، او زيت اللوز الحلو، او زيت الزيتون يكون احسن من الكل، وترطب به بطريقه دوريه طول حياتك قد ماك عايشه، ترطب المناطق الحساسه سورتو ما بين الفخذين. قلت لكم هذه الخلطه والجيل والترطيب والزيوت، صدقوني باش تكون عندكم منطقه حساسه اول حاجه ناعمه جدا، ثاني حاجه فاتح لونها كما تحبوا وريحتها عطريه ياسر. ثم حاجه اخرى لازمكم تعرفوها، السليبيت نتاع الواحد السكسي بانس اللي تلبسوا فيها اللي تبدا بلاستيك ونايلون ودرا شنو، هذيك حاجات تحطم المنطقه الحساسه، تحطمها تحطم تتحطم المنطقه الحساسه، تتحطم من الكيلوتس او الملابس الداخليه اللي مش قطنيه. اخذوا ملابس داخليه قطنيه عاديه معناتها وشكلها جميل جدا. في في في, في الهاش اند ام فما عندنا في برشكا موجود، في زارا موجود، في مونوبري. اوكي، انا نحبكم من قلبي من داخل، من هنا لغادي كنبوسكم بوسه كبيره على الاخر، ونقول لكم بارك الله فيكم ويكثر خيركم ومحليكم ويعيشكم ومبنكم، وربي يسهل عليكم لانتم ياسر تشجعوا فيا وقاعدين تزيدوا بطريقه غريبه في القناه نتاعي. انا نحبكم وباي باي. صدقوني فولارة مربوطه، فولارة مربوطة.
ربوطة البيت ما فما حتى شيء باش تستخيلوا ليها حاجة أخرى، ولبسة سروال متاع بيجامة من اللوطة فوالا، معناتها عادي بنات لكن فولة راه مربوطة نربطها عادي كي ونلبس معاها بنطلون، تو نهار نوريكم كيفاش نعمل الفولارات حوايج، هذيا فولة راه عادي متاع مماتي، عملتها هكايا حاجة حلوة مزيانة خاطر لونها عجبني وتمشي مع الميك أب أوكي.